لا باش عندك منها حتى شي كان بان يلا عندي شي 9 سنين ولا عشان ولا ديجا اصلا داير دير كسيده أه؟ عندي الحديد من هنا لهنا شحال العمليه درت شي 14 ما خليش شي بلاصه دابا في الجسم ديالي ما حلوهاش الدار مخلوعين ولا كنضحك دخلت البلوك حتى باش في دارنا السلام عليكم ومرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم عرض عليا واحد الدري صاحبي غزيول اللي بغيتكم تسمعوا كاملين القصه ديالو اللي انا بعدا اثرت فيا بزاف وانا مأكد غادي تاثر فيكم بزاف. بقاو معنا حتى الاخر نمشيو دابا نفطروا يلا مرحبا. اهلا 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 ها هو الفوغاس ديالنا انا نعاونو هذيك خذ راحتك صافا الله يحفظك نهار كبير هذا كاين اللي كيعرفني كاين اللي ما يعرفنيش انا سميتي عبد الرحمن دابا السيد الله يعمر هضر عرض عليا الفطور ولكن جاتني حشومه نمشيو بيدنا خاويه قول لي شي حاجه تشهيتي قول لي اختار لي اللي بغيتي اليوم النهار ديالك اخي شوف غمض عينيك ولا حطيت على يدك دوزه السلام عليكم بغيتي شي حاجه حلوه ولا شي حاجه مالحه اخذ لنا الحلو الحلو صافي نقول لهم ناخذوا هذه بنت لي عامره هذه الناس الحلوين كيبغيو الحلويات الله يحفظك ليا انتما نعم الشباب جينا عند سي عبد الرحمن لا لا مرحبا احنا جينا عندك عندكم ضياف المهم ما جيناش بيدنا خاوي مرحبا الله يحفظك عندك 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 اصاحبي الله يكبر بكم كيف ما كبرتو بينا مرحبا اقول لك كاين شي شهوات كاينه شي حاجه شتي راك عارف على قد الحال اهلا بوس كي داير ياك ما كاينه شي بطبوطه شو انا وليت بروفيسيونال كنعرف نعمل البطبوط البيتزا نقطعوها البصله نفصلوها اي حاجه هاتي واحد الدعوه دائما كنديرها اللي طاح في هذه الله يزوجه خليها ليا هات اتوكل على السي ابراهيم واش بد شفرحال عبد الرحمن نفرقوا الصيام بعدا هي الاولى دايما انا دايما الله يسهل عليك يا ربي الله يسهل عليك شي دعوه عاوتاني سير الله لا يضرك في صحيحتك هذه اهم دعوه نقدر نقولها لك انا الله يحفظك حتى السي ابراهيم قرا لي القران ما تقولهاش والله الا قرا لي القران الله يعطي اي واحد اللي تفرج في هذا الفيديو واللي عاش معنا هذه الاجواء على قد نيتو الله يطهر القلوب والله يقبل صالح الاعمال بسم الله امو الضرب هاللي فينا عشويه وصافي عشويه ها قبلوا عليا صافي ياك دابا هذوك تحيدهم كل مره بغيتي توضى ياك صلي بينا الله يبارك انت موضى الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم دابا انت اخي ملي كتسجد ما كتقدرش تسرح رجليك لا واخا هكا كتصل ما كتقطعش هكا هي الاولى قلنا لي طاح في هذا الله يزوجه دوز لي يا ربي تكون هي يا ربي تكون دابا شحال عندك منها 23 دابا 23 عام تبارك الله مازال ما مزوجش كيفاش هادشي ما مشيتش باقي ما تزوجتيش مازال قول لي انا وياك نهار واحد صبق راسك بعدا انا بغيت نزرب عليا انا سيدي الله يعطيكم الصحة الصحة انت اللي خدمتي ماشي احنا دابا ندوقوا البيتزا راه داركم هذه فيها البركه كان عندي الهوايه ديال هادشي كنزل مع بصح مع الوالده ولا مع فهمتي انت راه واحد العدس كيديروا لا عرفتي انا عندكم ما كاينش العدس خصنا نعاودوه على هذا الحساب عندك شي حد يقول لكم دار عبد الرحمن ما كيتهضرش اي واحد الله يودي ولكن هادو يجيو على ود العدس اش نقول لك الله يجزيك بخير شكرا الشبكيه ديال الدار هادي ها انتوما شبكيه ديال الدار ومع ذلك كنقول انا هادشي بنين بحال اخويا الصغير حيت انا هو الصغير في الدار حتى انا صح ما عنديش انا خويا حيت هو ما عندوش خويا عندك جوج دابا عنده جوج دابا جوج عنده ماشي 200000 300 راه صافي من صغره ماشي دابا كان كيمونطي حتى هو في الفيديوهات 11 لعام هو كتمونطي وكتصور مصور كان من 5 سنين باش بديت انا في هذا الدومين في الاول بديت انا كمشتري كنشري ونعاود نبيع شري ونعاود نبيع ما خليتي ما بعتي واخا ما بعت انا الديسير الليمون الليمون بعتي الليمون الليمون سويه لا فرندال سويه علاش البنات البنات كلشي بعته قال لك غير تقاشر تبيعو بعتهم في السونطا بعتي حتى تقاشر لا تقاشر ماشي ماشي بزاف يلا بعتهم ديك شي 16 عام 17 ساعه يلا مرت مرت شو هذيك اول حاجه درتها في هذا فاش مرت زعما اول خدمه خدمتها وكيفاش اكتشفتي بان انت مريض؟ كنبان صغيور يعني عندي 15 عام كنبان يلاه عندي شي 9 سنين ولا 10 كنبان صغيور تقريبا قد هذه كنبان باش وخدام مرض الصرف هذيك بارك الله بارك قال لي شحال عنده منام قال لي عنده 15 قال لي هذا الدري عنده شي حاجه دوز قال لي من درت تحاليل قالوا لي بلي عندك وراثي
وملي اكتشفتي بان عندك هذا المرض شنو كانت الرياكسيون ديالك؟ جاتك البكيه تخلعتي قلتي شنو دابا؟ دابا تخلعت. وايل وايل اول مره غندير عمليه قالت لي غدير غندير دياليز غندير كاتيتر في كرشي غندير واحد التيوب في كرشي تيوب في كرشي دار مخلوعين ولا كنضحك اول عمليه ما كيبكي هذا الشيء ملي كان عندك 15 عام من اول عمليه دارها من اول عمليه علاش شحال من عمليه درتي شحال من عمليه درتي 14 عمليه ثلاثه اللي باقي ثلاثه باقي انا مشيتي ثلاثه سمعت 30 ما تقدر نوصلها لا الله يحفظك وكل مره كي دار عمليه كيطلع من البنج معاك يحل عينيه معاك يشوفنا كيضحك انت في شكل سبحان الله ما ربي عطاك واحد القوه هذه الله لا يكلف نفسا الا وسعها درت العمليه على يدي ما خليتهمش يبنجوا لي بقيت كنشوف بنجولي غير يدو صافي بقيت بنج ليك مع كيبنج لك يدك كيدير لك واحد ليزار هنايا يقدر باش ما تشوف انا كنحيدو كنشوف اش كدير الشريف اش كدير خد البلوك شفت واش في دارنا ما خليش شي بلاصه دابا في الجسم ديالي محلولاش رجليا محلولين كتافي يدي كرشي بقى هنايا واش كتعرج علاش كتعرج حيت شكا قبيله ملي كتصلي فهمتي كتسرح رجليك هكا علاش اش داير الحديد في ركبتي الحديد في ركبتي حق داخل من هنا وخارج من هنا دوك حتى رجليك تيفتحوها ولكن كيفاش هذه هذه على حساب واحد خدنا واحد التحليه اللي كتكون سميتها بي تي اش يا اما كيعوجو كاين اللي كتخرج في وجهو كاين اللي في ظهرو كاين في صدرو وهذا اللي كتخرج دوك دابا انت عندك المرض كياخذ الكالسيوم من العظومه ديالك وتدخلها في الدم ديالك باش يلا يلا يطلع الكالسيوم في الدم فاش كتقلب انت الدم كتلقى مزيان هرسوا لك الرجل ودخلوا لك الحليله ودابا غادي تعاود الثانيه فوقاش ما هنا شي سيمانه ولا جوج ولا ثلاثه ولا ديجا اصلا دير الكسيده عندي الحديد من هنا لهنا ديت الكسيده موطور ومترس ها هو العظم ديالو ها هي الحديده تما ولفناه دابا هادشي فهمتي والله الا ولفناه واخا تكون تاثرت شي عنده بدا يضحك معاه حنا في السبيطار كنضحكوا معاه سبحان الله بلا كيدخل بحال بغى يبكي بحال ودخل معاه غادخل عنده تبدا تضحك وانت شنو واش هاد الضحك اللي كتضحك به هاد لي زوبيراسيون كاملين وتهرستي والحديده والاسبيراتور في الكرش وهذا الشيء كامل فشل كراوي كسرت لي زوبيراسيون وكتضحك واش كتضحك باش تبرد على راسك ولا بصحة حمد الله كيفاش كتقدر تبقى بوزيتيف فهاد الابتلاءات كاملين وهادشي اللي عطاك الله هادشي مكتاب عليك وراك مدوزو راك غدوزو غدوزو سوا بغيتي سوا ما بغيتيش الله ما بغي الله ما فرح بيه فهمتي الا فرحتي بيه ما غتبقاش تحس بيه غيكون عندك اجر عندك غتكون عندك اجر وعارف راسك انك قاعد شي دوزي راه غادي يتخلف عندك واو 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 اذا احب الله عبدا يبتلي يعني الى ربي صفت لك بشيء هادو كاملين سيكو ربي كيبغيك وبغى يطهرك من الذنوب ديالك وبغى يعلمك الدرس ويعلمك الصبر فهمتي وتمرات راه اسباب كيلاقيك بشي ناس وتقدر هكا راه بسبب هذا المرض هذا الشيء راه غادي تاسبيري بزاف ديال الناس غير دابا اللي كيتفرجوا فينا والناس متبعينك في لاباج راه بزاف الناس كيشوفوا هذا الشيء تعطيهم ديك واحد الطاقه اللي ما يمكنش راه شحال عطا الله ربي عرفتي شحال الناس مراض كنشوفهم دابا في التعليقات ديالي شحال واحد كان مريض كيقول لي ما بقيتش مريضه ملي شفتك ونسولك واش هذا المرض هذا واش الواحد كيقدر يتعالج منه ولا تيقول تعيش به حياته كامله العلاج ديالو هو الزرع خصك تزرع يعطيك شي واحد احنا عندنا في المغرب خاص يكون مع عائلتك وعلاش ما داروش زعما اي واحد تقول لي المغاربه ما بقاو يحصل يجي يبيع يجي يقول لك خويا نبيع لك هذا ديالي شي بقى يخلص الكريدي يخلص راه فاطره هذا على جوج من داك ما كيصونش ما كتصونش لا ما كيصونش صمت مره واحده هي فهاد العام وكي كتحس براسك بلا ما كلشي صايم وانت صراحه تبقى فيك الحال كيبقى فيك الحال ولا كنعرف الاخر كتقول الحمد لله كتاب الله غير بالنيه ديال الصيام اللي باغي تصوم ولكن ما كتقدرش بسبب الصحه وداك الشيء عندك الصيام ديالك مقبول حنايا كنصوموا ونقدروا نغلطوا حنا الصيام ديالنا ما غديتيش البصر الا تعصبتي الا هضرتي مورا ظهر شي حد الا اي حاجه درتيها ربي يقدر ما يقبلش الصيام ديالك انت الصيام ديالك مقبول من عند الله سبحانه وتعالى يعني واحد الرحمه كبيره وانت ما عارفهاش ايوا على هذه طحن يلا جبد هادو بحال الناس اللي عندهم الديابيت ولا اللي عندهم السكر ما يشربوش شي فهمتي منوع كاع هادو هما اكثر واحد منوعين انا دابا جربت مره واحده لكن طالب أيوة. داك لي ما تعاودش وكي جربتي كحتيتي براسك يعني صراحه شويه ديال العيا ولكن ماشي فهمتي لكن الطبيبه قالت لي ما تعاودش هي ما مزيانش لك ودابا شنو الماكله خصك تبقى حاضر ماكلتك شنو كتاكل ولا كتاكل اللي بغيتي لا انا دابا في الاول كدير ريجيم ما دابا ولي شاد العبار ديالي كنت بنان دابا ما تاكلش بنان بنان لا اللوز الكركاع سيت بيه
عرفتك نو العصر ما غادي في البنات شربت شاي ويلي ويلي شربت العصر البنات ويلي نسيت انا درنا في العصر ها هي عيط السبيطار ها هي ياك عمي ياك عندك 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 قال لي شي سوبر نجمو لي انت الله يهديك اصاحبي الله يهديك تصحابك تفكرنا بها صاحبي انت مالك حنا صحابي كنساوك باش نتفكروك حنا عطانا الله الحياه غير ما مره كندوزو لواحد الحياه اخرى فهمتيني الحياه الانسان ما بقاش متعلق بالدنيا بزاف ديما رجع للصحابه رجع للنبي صلى الله عليه وسلم رجع كيفاش كان كيعيش فهمتي غتعرف الحياه كيفاش دايره بحال دابا هاد الدري دابا دو اليد دابا شوف كيفاش عايش الحمد لله حمد الله وشكر كيقول كي لك انا شوف انا مرت ابتلاء من عبد الله سبحانه وتعالى أن الله عطاه جميع الامتحانات حطهم فيه والحمد لله هو صابر ولكن راه جي واحد الوقت كنا غادي نموت الانسان ديما يدير الخير ديما يكون مزيان مع بنادم ما ياذيش بنادم ما يظلمش فهمتيني ويكون يعاون النيه ديالو صافيه النيه صافيه وتكون تعاون قد ما قدرتي تعاون عاون فهمتيني حتى ما نديو حتى شي حاجه معنا غير الاعمال ديالنا الاعمال هادشي اللي كاين واش كتعتبر هاد هادشي اللي وقع لك واش قربك من الله سبحانه وتعالى قربني بزاف كنتش عارف بيني وبين الله الاول كنتش كنصلي ماشي ما كنتش عارف كاع كنتش كنصلي ما كنتش فاهم حاجه المرض كان سبب للتوبه ديالك واللي رجعتي كتصلي ربي يغفر لك الذنوب ديالك يرجعك لعندو بطريقه صحيحه وتولي كتصلي وتولي الحمد لله تولي بهاد لا بوزيتيفيتي وتولي كتانسبيري الالوف ديال الناس كل واحد اللي كيتفرج فيك في الانستغرام وكل شيء غادي يرجع لك الطاقه الايجابيه وكل شيء غادي يولي يشوف الحياه كيف ما كتشوفها دابا وهاد العمليات كان اللي داروا راه ربي يغفر لك الذنوب ديالك الماضيه والماجيه اللي درتي واللي مازال ما درتي ربي ما تفارقش اللي مريض هكا تيبقاو هكا يعني دابا ربي ما تفارقش كاع الحمد لله وراه باش يعطيك الله القبول والمحبه ديال الناس صعيبه صعيبه يا واخا ديش نقول لك دائما الدعوه ديال اللي مريض مقبوله الله يسرك الله يسرك دائما ان شاء الله بالمغفره الله يكون صالح على الاعمال ديالنا وديالنا كاملين ان شاء الله في هذا رمضان امين يا ربي ما يديناش يكون راضي علينا هيا حسن الخاتمة حسن الخاتمة هي اهم حاجة ان شاء الله وجنة الفردوس اعلى بلا حساب ولا عذاب واللي مريض الله يشافيه واللي مرض الله يشافيه حيت بزاف الناس ونزل نزل فلسطين تاهما ندعيو معاهم خوتنا اللي في فلسطين تاهما الله يصبرهم الله يوقف معاهم ايوا سيدي الله يعطيكم الصحة اجيبوا لي ذا الحلوة مرحبا قول لي كاين شي ما نغسلوهم كاينه شي حاجة صافي كون هذه منهم لصقت هذا هو حقه للثقاوه اش درتي لينا اش لصق علينا هادشي انا حنا بغينا نحلو داكشي في الكاميرا ها يبان داكشي زوين عم نخبيو عليكم حتى شي حاجه كيف ما حلينا هادشي بلا زواق هانت نعم سيدي بالصحه والراحه نغمسوا العين نغمسوا صحابك حنا فينا الشيكي شوف غمس لي لاكريم لا بنينا لاكريم كيف ما جات مرحبا بها هادشي راه زاد البنه يعطيك الصحة تبارك الله فيكم. يعطيك الصحة وراحة الكل. كيفاش دايركم؟ والله تشرفنا بكم. والله الحمد لله هاد الناس الله يعمرها دار. الله يحفظك مرحبا بك. كبروا بينا وحلوا لنا الأبواب ديال دارهم. والله القصة ديالك أثرت فيا بزاف وأنا مأكد تكون أثرت فيهم تاهما بزاف. شنو هي الرسالة اللي تبغي تدوز لهم دابا؟ أول حاجة يتهلاو في راسهم. يتهلاو في الصحة ديالهم. يتهلاو في والديهم. ويكونوا مزيانين مع الله ويكونوا مزيانين حتى مع الناس وان شاء الله ربي راه يدير اللي فيها الخير واخا توصل فيك العظم راه خليها ديما خدها من الجانب الايجابي الله يحفظك الله يلا ونهار كبير هذا تعرفنا عليك شرف لي وشرف لي كبير اخي ديالي وراك عندك خوك فوق ما جيتي الرباط راه دار دارك فوق ما احتاجتيني في اي حاجه رانا معك الله يحفظك لي وهذه ان شاء الله تبقى لينا صدقه جاريه ان شاء الله اي واحد يتفرج فيها ترجع له لينيرجي ولا بوزيتيفيتي ان شاء الله باش يحارب المرض اللي عنده ولا يحارب اي حاجه اللي مدوزه في حياته ولا اي بشيله ان شاء الله راه هذا السيد راه واخا يبان لكم صغير راه الداخل عند الله راه عظيم ونتمنوا الشفاء لجميع المرضى امين المرضى المسلمين جميعا ندعوا مع خوتنا كاملين وخوتنا في فلسطين ايوا نتمنى عجبكم هذا الفيديو بزاف شكرا لكم بزاف عاوتاني شنو الانستغرام ديالك عبد الرحمن بن حيده فوالا عبد الرحمن بن حيده سيروا شوفوا الانستغرام ديالو شجعوا يصيفطوا له بزاف ديال لي ميساج بزاف ديال الحب زوينين ان شاء الله ودعوا معاه ومن هاد المنبر كنقولوا لكم السلام عليكم I'm getting chills when they tell me you're not yourself.
trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you.